حديث للرسول صلى الله عليه وسلم آه يفترقان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام, اللي آه بادر آه تدري ان معدنه طيب وان ما همه يعني صغار الامور ولا ولا يشيل هم رده ايه الفعل في رد ما برقى. انا رحت لله ايه لله ابي اصلح العلاقه صلح الحمد لله ما صلحها آه في مواقف تمر على الرجال يبادر فيها وما يلقى رده فعل من حسنت. الشخص اما يتجاهله ولا كنه ما يسمع ولا حينها يقبل وبعدها يرجع زي ما كان يعني ما بيرجع صديق يرجع نفس ما كان اول تمام بيض الله ف... وجهك يا مخلد طيب باقي ما خلصت ابد اسلم خلاص شكرا لا لا عطنا اسلم <applause> انا ودي اكون رتمنا سريع عشان الوقت خلاص خلاص لا, خلاص. لا, لا والله كمل كمل لبيه فاقول اللي بادر هو اللي ونعم بنص الحديث هو بنص الحديث ما يحتاج ممتاز تركي خلونا اسرع تكفونا شباب طيب. اسرع شوف في في موقف صار معي انا صديق لي يعني انا يعني وياه علاقتنا اكثر من 20 سنه تقريبا يمكن في الابتدائيه الى قبل سنتين او ثلاث سنوات فقدت الشخص هذا يعني ما هو فعلاً. بخلاف ولا ما هو بخلاف يعني اقفى من ولا شيء يعني صرت اتواصل معه اقفى انا للامانه متاكد 100% يعني ما اخطيت بحق الشخص حاولت تطرق الباب حاولت حاولت لدرجه اني تواصلت مع اخوانه وعرفت انه بخير وخليته على ما هو لكن قبل البرنامج بكم يوم قبل أن أدخل الجنتل بكم يوم توفى أبوه الله يرحمه ويغفر له وعرفت أنهم صلى عليه في الحرم المدني ورحت أنا صليت على أبوه وقبلته قبلت الشخص هذا ويوم ما أنا رحت وقبلته حسيت فيه أنه كان محتاجني في الموقف هذا يا الله لكن وبعدها ما عاد صار بيني وبينه يتواصل دخلت برنامج انا والجوال ما ادري عنه لكن انا اوجه العهد ان شاء الله بعد اوجه له رساله من خلال المنبر انه اقول ترى تركي على العهد اللي انت خابر وابشر كاف كفو كفو يا تركي كفو كفو الله وجهك نواف وخلونا سريعين يا شباب العذر يقبل لا حصل منه تبرير من الرجال اللي صريح هدفها سلام. وفي كل شيء قد تجوز المعاذير الا على اعراض الرجال وشرفها انا بقبل عذره وبفتح له دوالي بالقلوب لكن استحاله انها ترجع مثل اول مهما كان مره مره طيب رايك انا اذا واف. كان الخطا عين وبين خطا تكرر هذا استحاله حتى هاتف. لو جاء واعتذر واقر بالخطا وحتى لو اقر بالخطا لكن اذا تكرر منه اذا هو اول مره ممكن ترجع العلاقه احنا اوسع بنايد ما نحتاج كفو طيب يا عبد العزيز برباح في يقول فيها الشاعر منك